السلام عليكم ورحمه الله حمد لله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال حديثنا متصلا في قصه نبي الله يونس عليه السلام في حلقتنا السابقه بداناها وذكرنا ان الله سبحانه وتعالى ارسل نبيا في قريه اسمها نينوى بالموصل في العراق واسمه يونس بن متى عليه السلام والله سبحانه وتعالى قال عنه ان يونس لمن المرسلين فاكد بعثته، وذكر الله سبحانه وتعالى اسمه في اكثر من موضع في القرآن الكريم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة، حيث ذكر الله تعالى اسمه في القرآن، وجعل الله تعالى سورة من سور القرآن الكريم على اسم هذا النبي سورة يونس عليه السلام، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على يونس بن متى او لا تفضلوني على يونس بن متى. سيدنا يونس عليه السلام ذهب إلى قومه دعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده كفروا وأنكروا وكذبوا فتوعدهم بالعذاب وبدأ بالفعل نزول العذاب. ما كان منه إلا أن فقد الأمل في قومه فخرج وترك هذه البلدة وذهب يبحث عن بلدة أخرى عسى أن يهدي الله تعالى أهلها إلى الإسلام يعني إلى عبادة الله تعالى وحده. قومه لما وجدوا أن هذا العذاب سينزل عليهم ما كان منهم الا ان تابوا الى الله سبحانه وتعالى وانابوا، امنوا بالله عز وجل، شهدوا لله تعالى بالوحدانيه وبسرعه اخذوا يندمون، اجتمع الرجال والنساء والاطفال والكبار والشيوخ، الجميع يبكي لله تعالى ويتضرع الى الله عز وجل. قبل الله تعالى توبتهم ورفع عنهم العذاب. وهذا الامر على خلاف السنن الكونيه التي اجراها الله تعالى على كل الامم السابقه بانه بمجرد نزول العذاب لا ينفع اي انسان من هؤلاء القوم ايمانه يعني اي انسان بعد ذلك يدخل في الاسلام هذا ايمانه لا يقبل منه اي انسان يتوب لا يقبل منه التوبه لان الله سبحانه وتعالى بدا في انزال العذاب ومن رحمه الله تعالى بامه محمد صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يعذبنا بهذا العذاب الجمعي وان الله سبحانه وتعالى يقبل منا التوبه ما لم تصل الروح الى الحلقوم هذه مسأله طيب ايه اللي حصل؟ فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها لولا انه يعني اي قريه كانت امنت وان ربنا سبحانه وتعالى رفع عنها العذاب ما حصلش الكلام ده الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا يعني ايه؟ لما امنوا امنوا هم لحقوا صلوا هم لحقوا عملوا اعمال صالحه الإيمان هنا معناه التصديق بالقلب فبمجرد أن آمنوا وصدقوا وده دليل لأهل السنة اللي هم الأشاعرة والماتريدية الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب الأعمال خارج الإيمان عشان ما تحكمش على حد عمل معصية بأنه كافر لأنك لو عملت قلت أن الطاعة جزء من الإيمان جزء أساسي من الإيمان يبقى أنت هتحكم عليه بأنه إذا فعل المعصية بأنه كافر لا فربنا سبحانه وتعالى قبل منهم هذه التوبة وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك لسيدنا يونس عليه السلام أو لقومه مزية طيب إيه اللي حصل سيدنا يونس عليه السلام خرج ركب سفينة لأنه خرج بدون أن يؤذن له بالخروج في وقت لسه ما جالكش الإذن ولا الأمر من الله سبحانه وتعالى بالخروج أو الذهاب إلى هؤلاء القوم فما كان منهم إلا أن وجدوا الريح اشتدت بدأت الأمواج تتلاطم يا جماعة إحنا لازم نعمل حاجة وهي ان احنا نعمل قرعة نختار واحد اللي هتطلع عليه الـ 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 الاسم او هتطلع عليه القرعة ونرميه في البحر عشان السفينة تثبت لانه بدل ما نموت كلنا يموت واحد فقط يهلك اذا ما ثبتتش المركب نختار واحد تاني وهكذا نعمل قرعة تعالوا نكتب كل الاسماء فرفضوا في اول الامر الا انه اصر ان يكتب اسم واحد منهم فلما كتبوا وبعدين اقترعوا فخرجت القرعه على سيدنا يونس عليه السلام وجدوه رجلا صالحا فقالوا لما اراد ان هو يقوم ويلقي نفسه في البحر قالوا له لا انتظر نعيد القرعه مره اخرى اعادوا القرعه مره اخرى خرجت برضو عليه الله المره الثالثه عدوها فخرجت عليه فما كان منهم الا ان قاموا والقوه في البحر لما القوه في البحر الله سبحانه وتعالى ارسل حوتا ضخما حوت كبير فالتقمه مش فاكله فالتقمه الحوت وهو مليم يعني ايه؟ جاءه الحوت وفتح فمه ونزل في بطنه سيدنا يونس عليه السلام مين اللي خلق الحوت؟ الله سبحانه وتعالى طب مين اللي بيامره؟ ومين اللي بيوجهه؟ الله عز وجل فأوحى الله تعالى إلى الحوت يعني أمره الله تعالى بأن هذا ليس رزقا لك يعني إيه ليس رزقا لك الرزق ما ينتفع به وبالتالي ده يونس عليه السلام مش رزق ليك لا تاكله ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما ولا تاكل ما تقعدش تاكل فيه بسنان انما لا ابتلع التقمه الحوت وهو مليم فبدا سيدنا يونس عليه السلام ينزل فوجئ ظن أنه مات لكن إذا به حي في وسط هذا العالم العجيب كيف كان حاله بعد ذلك هذا ما سنعرفه بعد الفاصل فتابعونا السلام عليكم ورحمه الله عدنا بعد الفاصل التقم الحوت نبي الله يونس عليه السلام طيب امره الله سبحانه وتعالى بألا يأكله بألا يهشم له عظما بألا يخدش له لحما وامره الله سبحانه وتعالى ان يحافظ عليه بدأ الحوت يتحرك بسيدنا يونس عليه السلام سيدنا يونس بدأ يسمع اصوات تسبيح الله ايه ده ده صوت تسبيح في باطن البحر، أنا فين؟ ده في صوت تسبيح في قاع المحيط، في قاع البحار، هذه أصوات تسبيح، إيه اللي بيسبح؟ ده سمك يسبح. فحد يجي يقول هو مش ربنا سبحانه وتعالى أعطى سيدنا سليمان عليه السلام معرفة لغة الطير والحيوان وقال إنه كده ربي هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إزاي سيدنا يونس عليه السلام سمع صوت التسبيح ده الجواب أنه سيدنا سليمان جاء بعد سيدنا يونس ما كانش قبله وبالتالي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي آه كلامنا من بعد سيدنا سليمان إنما احنا بنتكلم عن سيدنا يونس اللي كان قبل سيدنا سليمان عليه السلام فسيدنا يونس قالوا إنه سمع أصوات التسبيح فربنا بيقول فلولا أنه كان إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين ساهم يعني عملوا السهام اللي هي القرعه يبقى يعني الاخذ بالقرعه جائز اه ده دليل على انه الاقتراع جائز ان احنا نعمل قرعه نضرب قرعه كده ونعملها ده يجوز واللي تطلع عليه يبقى نقول ان فلان هو الفائز او فلان هو الخسران او فلان اه ده ما فيهوش مشكله بدليل كمان ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقترع بين نسائه لما يجي يسافر يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج في سفر أو في غزوة يقوم عامل جايب نسائه وكاتب اسم كل واحدة وبعدين يعملوا قرعة اللي يخرج عليها الدور اللي يخرج اسمها يبقى هي اللي تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم عندنا فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. القرآن الكريم بيقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. للبث في بطن في بطن الحوت، طب كان من المسبحين فين؟ اختلف العلماء، منهم من قال فلولا انه كان من المسبحين قبل ان يلقى في الحوت، وده معنى مهم، خدوا بال حضراتكم. لولا انه سيدنا يونس عليه السلام كان من الصالحين وكان دائم الصله بالله عز وجل قبل ما يترمي في الزنقه دي وقبل ما يترمي في البحر ويلتقم الحوت للبث في بطنه الى يوم يبعثون، يعني ايه؟ يعني قبل ان تمر يمر بهذه الضائقه كان قدم الى الله تعالى الكثير من الخيرات. الخيرات السابقه نفعته في وقت الازمه. اه يعني معنى الكلام ده ايه؟ الدرس اللي عايزين نقوله ونطلع بيه. اوعى تخلي عبادتك في وقت الازمه بس. تبقى انت ما بتصليش وتيجي تصلي فقط ليله الامتحانات. تصلي فقط لما يمر بيك كرب. لما يمر بيك كرب جميل انك ترجع لربنا وجميل انك انت تصلي بس استمر بعد كده. مش لما الازمه تعدي تقوم انت راجع وسايب الصلاه. انت بتعمل ايه؟ انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى في كل الاوقات. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. يعني اعبد الله تعالى في وقت الخير يعرفك في وقت الشر. اعبد الله عز وجل في وقت اليسر يعرفك الله تعالى في وقت العسر. خلي عبادتك وصلتك بالله عز وجل دائمه. فلما تيجي في وقت الضيق تطلب منه يبقى تقول له يا رب وتتوسل بما قدمت. فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك. فاكر حديث التلاته اللي كانوا دخلوا الغار واتقفل عليهم كل واحد توسل بعمل صالح. طب لو ما كانش فيه اعمال صالحه كانوا هيقولوا ايه؟ هيتوسلوا بإيه؟ فالمعنى الأول لهذه الآية فلولا أنه كان من المسبحين يعني قبل ذلك وأيدوا المعنى ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك فهو حفظ الله عز وجل في وقت الخير فحفظه الله تعالى في وقت الضيق في وقت الشر حفظه الله تعالى في وقت المصيبة يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. في رواية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب ده المعنى الأول، المعنى الثاني فلولا أنه كان من المسبحين يعني في بطن الحوت. من المسبحين في بطن الحوت يعني إيه؟ يعني لما ألقي في البحر والتقمه الحوت أخذ يسبح الله تعالى، فتقول لي إزاي؟ إزاي بقى واحد ملقى في الحوت؟ وبعدين بيسبح بيقول ايه بيقول ازاي بيقول ايه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين طب هو بيقولها ازاي اقول لحضرتك هذه هذه الامور كلها معجزه يعني ايه معجزه يعني امور خارقه للعاده انت بتتعجب هو بيتكلم ازاي الاعجب من ذلك كيف يلتقمه الحوت ويحافظ على حياته حتى يلفظه بامر من يقول لشيء كن فيكون انت ناسب الفعل ليونس انسب الفعل الى الله الفاعل الاصلي انسب الفعل الى الله سبحانه وتعالى يونس ملوش دخل في الموضوع سيدنا يونس عليه السلام القي فالتقمه الحوت وهو مليم اللي عمله انه بدا يرجع لربنا وده يعلمنا درس تعالوا نستمع اليه بعد الفاصل فتابعونا السلام عليكم ورحمة الله عدنا بعد الفاصل وقد توقفنا عند قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وقلنا أنه ده في يعطينا درس مهم وهو أنه الإنسان عندما يمر بضائقة أو بمصيبة عليه أن يرجع إلى الله ربنا بيقول ففروا إلى الله اوعى تلاقي نفسك متضايق فتروح تعمل معصية لأن المعصية لن تفرج الكرب بالعكس ده هتزيد هم على هم وتزيد غم على غم، إنما لما تلاقي نفسك متضايق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، بسرعة يجري على الصلاة، بسرعة يجري لأنه من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ من الذي بيده رفع الضيق؟ الله سبحانه وتعالى، فهو يجري بسرعة على ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك سيدنا يونس عليه السلام القرآن بيقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فبسرعه رجع لربنا وقعد يقول طب ايه اللي بيقوله؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت ادي اقرار بالتوحيد. سبحانك تنزيه لله عز وجل اني كنت من الظالمين انا اخطات، انا قصرت، انا طلعت قبل ما تقول لي روح، انا سبت قومي قبل ما تامرني، خدوا بال حضراتكم اذا استخدمك الله تعالى في مكان فالزم هذا المكان ولا تغادره الا بامر الله طب هعرف ازاي سيدنا يونس عليه السلام كان هيجي الوحي يا سيد الفاضل اذا هممت بامر قبل ان تفعله عليك ان تستخير الله حضرتك ربنا سبحانه وتعالى بعتك تشتغل في المسجد الفلاني لانه في واحد مستني منك الكلمه دي وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ظلمه بطن الحوت وظلمه البحر وظلمه الليل هو موجود في بطن الحوت والحوت ده بيغوص في الأعماق وبعدين جوه الليل الله فكل الكلام ده ظلمات بعضها فوق بعض فنادى في الظلمات طب وربنا سمعه آه إن الله سميع بصير يعني سمعه وهو في بطن الحوت في داخل البحر في داخل جوف الليل كل الكلام ده نعم الله تعالى مطلع على كل شيء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا بيقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا بسرعه ونجيناه من الغم ومع الاستجابه نجاه استجابه من الله سبحانه وتعالى دي وحدها نعمه ومع الاستجابه نجاه ادي نعمه ثانيه وبعدين بيقول لنا وكذلك ننجي المؤمنين هكذا ينجي الله سبحانه وتعالى مش بس سيدنا يونس عليه السلام وانما لكل المؤمنين ادع بهذا الدعاء ايه, ايه المشكله اللي عندك؟ مشكلة مالية ادعو بهذا الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ما تنساش وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طيب ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الدعاء فرج للمؤمنين عشان كده سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وارضاه يقول عجبت لمن اصابه غم كيف لم يهرع الى قوله تعالى ازاي ما اسرعتش الى قول الله عز وجل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه ابن ابي حاتم واورده ابن كثير في قصص الانبياء يقول: من دعا بدعاء يونس استجيب له. من دعا بدعاء يونس لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين إقرار لله بالوحدانية وتنزيه لله عز وجل واعتراف بالذنب فربنا سبحانه وتعالى يستجيب وهو الذي وعد بذلك طيب ربنا سبحانه وتعالى نجاه وبعدين إيه حصل وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا به فربنا بعته إلى مائة ألف أو يزيدون مائة ألف آه يزيدون اللي هم كام قيل عشرة تلاف وقيل عشرين ألف وقيل ثلاثين ألف وقيل بضع وثلاثين البضع من ثلاثه لتسعه ثلاثه وثلاثين الف خمسه وثلاثين الف ممكن وقيل بضع واربعين وقيل او يزيدون يعني ميه وسبعين الف اختلاف في الروايات طيب كلهم امنوا به هل هم نفس القوم السابقين اللي كانوا قبل الحوت ولا دول ناس تانيين بعد الحوت ولا هم هم خلاف بين العلماء طيب الأمر الثاني هو سيدنا يونس عليه السلام أعد قد إيه في بطن الحوت؟ قيل التقمه في وقت الضحى ولفظه في وقت العشاء أكل الصبح أو التقمه صباحًا ولفظه مساءً وقيل ثلاث أيام وقيل سبعة أيام وقيل إنه مكث في بطنه أربعين يومًا علم ذلك عند الله بس إحنا عندنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لما أخرجوا الى البر بامر من يقول لشيء كن فيكون، خرج سيدنا يونس عليه السلام مريض قاعد في بطن حوت الجلد قالوا لفظه كما يخرج الوليد من بطن امه، فربنا سبحانه وتعالى قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم مريض، العراء المكان الصحراء الواسعه التي ليس فيها شجر، عاريه من الشجر وام بامر الله وانبتنا عليه شجره من يقطين، اليقطين قالوا ان هو القرع وقيل ان هو اليقطين اللي هو القرع العسل، وبعدين جعل الله سبحانه وتعالى ذلك من اجل انه الشجر بتاعها يبعد الذباب، الورق بتاع اليقطين عريض ويبعد الذباب ويكسوه ويظلله وجعل الله تعالى له ما يشربه في هذا المكان، هذه كلها معجزه أو من معجزات الله سبحانه وتعالى لا تنسى أن التسبيح سبب للفرج فإذا ذكرنا هذه القصة فتذكر قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين وتذكر أنه لا تفقد الأمل في توبة العبد اللهم أصلح حالنا واقبل توبتنا واهدنا إلى صراطك المستقيم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله